إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالقرب من واد الذهب، منطقة سباسة. واد الذهب هذه الحديقة للبيضاويين وللناس اللي كيساكنين في الدروة، في مديونة، في برشيد، في المنطقة ديال مدينة الدار البيضاء. الكل كيعرف هذه الحديقة اللي كانت جميلة وجميلة جدا، ما كان فيها تعيب، وللأسف المسؤولين قرروا أنهم يحيدوا الشكل اللي كانت عليه باش يصلحوها. انا السبب هادشي اللي كنقولوا تبديل الاموال غير فقط. المهم شوفوا واحد خطاف ضرب وحده راه هي خطاف ضرب وحده هنا في المنطقه ديال الطريق مديونه. خطاف ضرب بنت لابسه صفر، راه هي امامكم. يعني من موضوع مشينا لموضوع اخر، يعني الخطافه اللي ناشطين في طريق مديونه وامام اعين السلطات والجميع في هذه المنطقه هنايا. فكيف تابعتوا على المباشر، خطاف ضرب سيده راهي مليوحه تما وهرب. إذا من الموضوع ديال الحديقة حولنا الاتجاه إلى حديدة ديال السير. السيدة مضروبة راهي طايحة في الأرض، والخطاف اللي قلت بأنهم موجودين وخطافة نشيطة نقدر نصور لكم دابا العديد منهم في هذه المنطقة أمام أعين الجميع. خطاف آخر أنا غادي نبينو لكم من هنايا، هذا خطاف. هذا خطاف، كاين خطافة بزاف. هاد البنت ضربها واحد وهرب من الخطاف اللي كيتواجدوا بهذا المكان. هذا تا هو خطاف، هذا اللي غادي. المهم نساليو هاد المباشر ونعاودو نقربوكم من الصورة. شوفوا الخطاف شحال هز من البلاصة. معرفش انا ماشي ضد الظلم، ولكن الظلم ما كيبغي حد. باش ضرب وحده وانت ما عندك حتى شي ورقه وتهرب وتخلى مليوحه، ماشي فعيل ديال الرجال. هز معاه ثلاثه القدام. المهم نتكلموا بعدا في هذا الموضوع ديال هذه الحديقه. قلنا بان هذه الحديقه كانت مصلوحه، كانوا الناس كيبركوا فيها، كانت فضاء للمسنين والشباب والاطفال. شنو السبب اللي خلى المسؤولين ديال الجماعه ديال منطقه سباته والذهب انهم يحيدوا داك الشيء كامل ويعاودوا يصلحوها؟ والنتيجه هي هذه، يعني سنه كامله ربما وهما باغيين يصلحوها وما صلحوا حتى شي حاجه. هي دي النتيجه اللي كاينه، وما كان حتى شي سبب باش الاموال تضيع بسبب رغبه في المهم في التغيير. وصافي التغيير من اجل التغيير. لو كانت الحديقه خايبه ما فيهاش الاضاءه مكرفسه نقولوا واخا تصلح، اصلاح ماشي تجديد ديالها كامل، لان كل الاموال اللي تخسروا غير باش تحيد داك الحجر اللي كان وتجيب العمال وتجيب الروينه الكحله. فهذاك الشيء تقدروا تصرفوا مثلا في دور الشباب، ديروا فضاءات اخرى للاطفال. فاللي كنشوفوا هو ان التبذير من اجل التبذير، يعني ماشي اصلاح. اما هذا تجديد الحديقه اللي ما كان عندها حتى شي سبب. هذا هو الشكل النهائي اللي كاين، عام وما سادينها، حتى شي اصلاح ما شفتو انايا. وعلاش غادي تصلح؟ الله اعلم. ماشي هذه اول حديقه ولا ثاني حديقه اللي غادي يغلقوها المسؤولين ديال الجماعات، ما بغيتش نسمي، انتم راكم فاهمين،
باش الفلوس تخرج، باش الميزانيه تخرج، باش فوالا رحنا خدامين. اسيدي خليها دير خدامه باقا نقيه باقا مزيانه، نهرتها لك عاودها، ماشي هي باقا جديده باقا مزيانه باقا نقيه، الناس عاجبهم الحال. غير الناس كانوا كيديروا الرياضه قبيله قال لك هي كانت مزيانه ما عرفناش علاش حيدوها باش تخسر الفلوس. فانا كاين سؤال، اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فحاولنا نسلط الضوء على هذه الفوضى ولا التبذير ديال الاموال اللي كاين. حديقه باقة زوينه مقاده ما خاصها حتى شي حاجه، ربما كان الاصلاح نقدروا نزيدوا الاضاءه، نزيدوا الكراسي، نديروا فضاء الوليدات الصغار فين يلعبوا، اصلاح، نزيدوا بعض الاصلاحات، ماشي نحيد كل شيء باش نبدا حاجه من جديد. البروجي مشي لعند واحد، الفلوس من هنا ومن هنا، هنا الفلوس كتضيع هكاك، هادشي علاش بنادم حاقد وطالع ليه الدم. فغادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر، تبارك الله عليكم، نتمنى الرسالة تكون وصلت للمعني بالأمر، وكنتمناو من المسؤولين الأمنيين ديال الطريق مديونة، لأن باش نشوفوا خطاف، رجع للموضوع اللي كان قبيلة، هي السيدة مازال طايحة تما. باش نرجعوا للموضوع، ما يمكنش ان خطاف ما عنده لا ورقه لا حتى شي حاجه، كيهز ثلاثه البلايص القدام وخمسه اللور، وكتلقاهم ما كيديرش ليسانس، كيدير البوطه باش كيديماريو الطوموبيل ديالهم وقدام اعين الجميع. وانا اتحمل الكلام ديالي لانني